اهلا بكل عم بسمعنا وكل عم بتابعنا. ما زلنا معكم بتغطيتنا المباشره لفعاليات مستقبل الرياضات الالكترونيه من العقبه. دائما نحكي الاردن بخير طول ما في شباب نفسه وروحه للبلد بالعطاء بالانجاز بالتميز بالابتكار، وانه يحط كل طاقته وكل جهده من أجل دعم المجتمع المحلي ودعم الشباب. اليوم في قصة أثارت انتباهنا جميعا، وقصة مهمة لأنه هالشخص حب يعطي الشباب ويعطي مجتمعه ويعطي مدينة الطفيلة من قلبه. اليوم سعيدين جدا بأنه يكون معنا السيد عمر العطيوي من محافظة الطفيلة، بمبادرة شخصية منه قام بعمل مختبر للألعاب الإلكترونية في الطفيلة. يسعد صباحك سيد عمر، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سيد رندا. بداية حابة هيك أسمع عنك أكثر، من هو عمر العطيوي؟ والله سؤال. عمر العطيوي يعني مواطن، كنت سكان العقبة، اشتغلت في القوة البحرية الملكية ضابط متقاعد. الآن كم سنة قعدت في العقبة؟ لازلت بالعقبة مع وجود عمل إلي بالطفيلة، بس لازلت مقيم بالعقبة بحكم درست أولادي، بحكم لازلت مقيم بالعقبة. لكن صار في عندي توجه كبير لمحافظة الطفيلة، محافظتي يعني، صار في عندي نوع من الشغل، نوع من الاستثمارات، نوع من المبادرات لخدمة المجتمع المحلي في الطفيلة. طيب أنت بالعقبة، بسكان نعم. العقبة وبالقوة البحرية بالعقبة وكل هالكلام هذا، رجعت بدي أرجع أستثمر بالطفيلة. صحيح. ليش؟ ليش؟ يعني في ناس كثير لما كنت أقعد معهم وأحكي الكلام هذا، حتى كان في فرص في العقبة، إنه كان أصدقائي لي إنه نستثمر بالعقبة، يعني في ناس يقول لي مجنون. صح. يعني شو مديك على الطفيلة؟ القوة الشرائية هون، العدد السكان أكثر هون. فقلت له طيب شو رأيك تطلع أنت؟ قال أنا ما بطلع. قلت طب إذا أنت ما طلعت وأنا ابن الطفيلة وأنا ما طلعت، مين بده يطلع؟ مين بده يساوي شيء في الطفيلة؟ وبعدين المجتمع المحلي بالطفيلة بحاجة. يعني بصراحة لما نطلع إجازاتنا، إحنا إجازاتنا أغلبها بالطفيلة، يعني لما أخذ أولادي يعني بصريح العبارة ما في مكان نحكي نأخذ تأخذ ابنك يعني يغير جو أو ينبسط أو يتعلم إشي جديد، إضافة جديدة تكون. فمن هنا كانت الفكرة إنه الطفيلة بحاجة، وإذا إحنا ما سوينا إحنا يعني كمبادرات شخصية، الحكومات المتعاقبة، الرؤى الملكية، بس بالنهاية في دور على المجتمع المحلي. الناس مش مكسرة، الحكومة مش مكسرة، بس يعني لازم كمان المجتمع المحلي، سكان الطفيلة والناس اللي خارج الطفيلة كمان يستثمروا ويعطوا، ويكون في مبادرات للمجتمع المحلي. ما يكون الفكرة بس إنه فكرة استثمار، يكون في مردود مادي. المردود المادي بيجي يعني بالنهاية، رح يجي إن شاء الله، بس يكون في كمان دعم للمجتمع المحلي. مختبر الألعاب الإلكترونية في الطفيلة، شو خطر ببالك؟ مختبر أنت ما إلك علاقة في الألعاب الإلكترونية نهائيا. طيب شو نهائيا؟ يعني شوفي الفكرة، يعني بلشت أولادي بلشوا هيك يدخلوا، إحنا بنحاول نشوف إيش في عند واحد موهبة من الأولاد ننميها. ففي ناس منهم أو كرم بلش إنه يدخل على موضوع الكودينج، دورات كودينج. كم عمره كرم؟ كرم كان في ذاك الوقت 6 سنوات، في ذاك الوقت 6 سنوات. بس أمه كانت يعني، هون بوجهها للتحية أم كرم، يعني الأماني، يعني هي كانت من الناس الداعمين للأفكار اللي عندي. تابعت مع كرم، بلشت معه في دورات أونلاين، دورات عن الكودينج، عن البرمجة. فصار يعمل إشي بسيط، إنه لعبة بسيطة، يعمل شغلات بسيطة. فصرت أبحث عن موضوع إنه في إشي بالعقبة بدنا نصير نعطي إشي، يعني كمان لازم يصير يتفاعل مع ناس زيه عشان يتعلم أكثر. سمعنا عن مختبر الألعاب اللي في العقبة، حاولت أتواصل مع أصدقائي اللي كيف أسجل. الموضوع طلع very simple في ذاك الوقت، إنه بس روح وبصير يحضر، بصير في دورات. بلش يروح، بعدين حتى كان إنه مشارك بس، إنه لأنه كان عمره صغير. فالفكرة صارت ليش ما عندنا في الطفيلة زي هيك، ومع إنه من فترة وجيزة كان إنه في الطفيلة يطلع ناس يتكافأ على مستوى الأردن أو على مستوى العالم
في جوائز من صناعة ألعاب أو إذا بتسمح لي صناعة الروبوتات أيضا حازوا على جوائز، وأنا كان لي الشرف أني ألتقي بشباب من الطفيلة على مستوى الأردن حازوا على جوائز وأيضا على مستوى الوطن العربي. صحيح. وبالروبوتس وأيضا في نساء وسيدات كمان عاملين في مجال الروبوتس. صحيح 100%. فمن هون بلشنا أنه ليش ما في إشي زي هيك بالطفيلة، فبلشت الفكرة. زرنا الجيمينج لاب في عمان الإدارة، التقيت مع السيد نور، وللأمان يعني كنور أنا بوجه له التحية من المنبرك، وهذا شخص رائع، شخص مرحب، شخص يعني يسعى إلى نشر الثقافة هاي صناعة الألعاب. فبلشنا وكان متفاعل جدا معي، وهون بشيد له يعني أو يعني في نقطة حكاها إنه لما قلت له بدنا نعمل في الطفيلة ولازم تزور الموقع، قلت له بدنا نزور الموقع وتشوف الاشي هذا، قال اصلا هاي رؤية جلالة سيدنا. يعني جلالة سيدنا اول مختبر العاب فتحه في 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 عمان، يعني كان مبسوط بالشغل، بس كان يعني هيك في غصة يعني كيف بدي المحافظة لانه الاردن مش بس عمان، هي قايل لهم اياها الاردن مش بس عمان، انه توجهوا للمحافظات. فانا كمان هذا اعطاني دافع اكثر انه يا عمي اشتغل راح تلاقي في باك اب في دعم. الحمد لله رب العالمين بلشنا سوينا نحكي سويناها، وكانت يعني الفكرة بعدين صارت تنمو أكثر. قلت إحنا بنسوي صناعة ألعاب، كمان بنسوي يعني حاضنة الأعمال للطفيلة، يعني ممكن يكون مختبر. كيف الإقبال عليه؟ والله الإقبال الحمد لله رب العالمين. كان يوم الافتتاح استضفنا الجيمينج لاب في الطفيلة في حاضنة الأعمال عندنا في المركز. الحضور يعني في صور في فيديوهات، الحضور كان تقريبا يتجاوز 180 شخص من جامعة الطفيلة ومن الطفيلة نفسها كمواطنين. الحلو في الموضوع انه الاستمرارية، صار في ناس من شباب شباب الطفيلة والطلاب اللي في الجامعة الطفيلة، وجامعة الطفيلة فيها تخصصات رائعة بالتكنولوجيا والمواضيع هاي، فصار في اهتمام كثير انه متى بتكون تكملوا الجيمينج لاب. متى قلت احنا شغالين على الموضوع، بس يعني بدنا نكون نفسنا طويل. ففتحنا معهم موضوع انه ياخذوا دورات اونلاين مع نور وتيمو، والحمد لله رب العالمين وفقنا في عقد بعض الدورات في الطفيلة. طيب لوين رح ناخذ هذا الموضوع الان؟ لوين رح لوين ان شاء الله قريبا يعني، وهي ان شاء الله مفاجاه لمحافظه الطفيلة، رح يكون عندنا بوث متكامل لموضوع اللي هي صناعه الالعاب ان شاء الله. يعني ممكن اذا صار في تصوير خارجي انه يكون البوث من الموجودات برا، ان شاء الله قريبا راح يكون موجود عندنا يا رب. عمر العطيوي احنا سعيدين جدا وفخورين فيك جدا، وهذا العطاء هذا الكرم والعطاء مش بس بموضوع حسن الضيافة اللي موجودة عندنا كأردنيين، ولكن أيضا بأن الواحد يكرم مجتمعه، يعطي مجتمعه، يعطي الشباب، يعطي هذا الجيل الواعد اللي احنا بنفتخر فيه. شكرا لك يا عمر، وانت مثال الشاب الأردني اللي قادر على الإنجاز وقادر على العطاء دائما لمجتمعه لخدمة بلده أيضا. فمشكور كل الشكر على أنك أسست مختبر الألعاب في الطفيلة. عفواً ست رندا، يعني أنا يعني هذا جزء بسيط من اللي ما يتطلبه مني كمحافظة الطفيلة والمملكة الأردنية الهاشمية. يعني إحنا بصراحة استفدنا كثير، فإجا الدور إنه نفيد بلدنا، وإن شاء الله أنا من منبركم هذا بطلب إنه من كل المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة ادعم المحافظة في مشاريع ريادية، حاول تبتكر مشروع ريادي، مشروع جديد. النتسا والعالم كله قرية عبارة صغيرة. عن قرية صغيرة، بتقدر تبحث عن مشاريع جديدة. بدنا نطلع من نطاق الكوبي بيست،
جيب إشي جديد، أبتكر إشي جديد وأبدع. كل الشكر لك سيد عمر، وشكرا لكل المستمعين ببرنامج يا هلا. إحنا رح نكمل معاكم تغطيتنا خلال اليوم، ولكن وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم من يا هلا. فيصل السويس، هيثم ملكاوي، محمد مناصير، محمد هنداوي، رندا كراتشي، كنا معكم ورح نستمر معكم بتغطيتنا المباشرة خلال اليوم.